لأول مرة بصير في Acceleration Program، فالأفكار هاي رح تأخذ الفرصة لأنها هي تقدر تعمل Pitching قدام Real Investors، رح تقدر تطلع برا على الأردن، رح يقدروا يشوفوا الوطن العربي من زاوية بتختلف عن زاوية غزة المحاصرة، فبالتالي رح يقدروا إنهم الأفكار تبعتهم توصل تنشر تلقى الدعم والتمويل. للتريننج عشان استفيد من الخبرات الموجودة ومن المعلومات اللي بيطرحوها، خصوصا انهم بيدعموا الستارت اب، الشركات الصغيرة اللي بتكون لسه يعني بتبدا الستارت اب، يعطوها اللي هي كيف تبدا صح ستيب باي ستيب. انا محمد بلبل من شركة ماجيك لامس. طبعا هنا انا واعضاء الفريق الاخرين في الشركة منشان نستفيد من التريننج في البوت كامب، ومنشان ننفذ البروجكت اللي احنا شغالين عليه ونحصل على تريننج وتمويل منه. انا بصراحه جايه بمجرد من باب الاطلاع على الفرق المنافسه، اتعرف على قدراتهم، هم اتعلم منهم، اتعلم من بصراحه انا كاداريا ضعيفه شويه، فحبيت ان انا ازيد خبرتي جانب الاداره، لان انا كبروجرامر بحت، فحبيت ان اكون اداريا اقدر اكون عندي قدرات اكثر من هيك.